ضلها بزوجي. قلت معقول لهلأ يا الله لهلأ ما عم تتركه بحاله بالوقت يلي القضية قائمة؟ عدم تراجع هالبنت خوفني كتير. بهداك اليوم شربت كحول كتير وما استفدت شي طبعا، بالعكس زادت عصبيتي أكتر. يعني بس الإنسان يشرب بجنون بيفقد أدنى درجات وعيه. بالأخير قلت ما رح أخلص منها إلا إذا مت وتركتهم، وكان بدي موت. وقلت بموتي بكون عاقبت زوجي اللي سلط هالبنت على حياتنا، لأنه ما ضل عندي طريقة تانية. وقلت عم يلتقوا بالسر بس كنت عم كذب. مرة تانية بوجه اعتذاري للكل. وهيك ضل الذنب على بنتنا. خلينا نشوف الشغلات الإيجابية، على القليلة خلصتي من قصة إنه بنتك راحت لعنده والبنت الحمد لله ما صار لها شيء. نشكر الله. حالة هارون بيك ما عم بتروح من بالي بنوب. شو قصدك بحالة هارون بيك؟ ما فهمت عليكي بهار. أنا عملت شغلة يلدا، اتصلت بالزلمة وطلعت شفته بنفس اليوم. شكراً لإلي. تخيلي بنفس اليوم اللي حاولت تنتحر فيه التقينا أنا وياك أب وأم، ما عندهم سبب منطقي واحد يخليهم يثقوا ببعضهم لحتى ينقذوا أولادهم. ما في سبب بس في إحساس جواتهم، الشعور اللي جواتي بيقلي وثقي بهذا الزلمة. إحساسي بيقلي إنه وجعنا وعجزنا الكبير تجاه أولادنا هو نفسه، عشنا الكابوس نفسه، وكأنه نحن الاثنين ما عم نقدر نفيق من هذا الكابوس. الخوف وخيبة الأمل اللي بشوفهم بعيون هذا الزلمة أنا كمان عايشتهم ومارقة فيهم، وبعرف كتير منيح العجز اللي حاسس فيه تجاه بنته. هو بيطلع على بنته بنفس الطريقة اللي أنا بتطلع فيها على بنتي. نحن بالأطراف اللي ضد بعضها بس عم نحارب على نفس الجهة وعايشين نفس العجز. شفتي مو؟ برأيي لا كتير توثقي بعجز هالزلمة حبيبتي. طلع على حالة بنته، البنت صرعتنا بألكر هي وتقول زوجي وما بتركه بعمري. يعني أنت مضطرة تخاطري بوضعك؟ إذا هالدب تيمور بيسمع أنك عم تشوفي للزلمة لا مو معقول يفكر فيني بهي الطريقة بعد هلأ. ولك أمه وأخته البليدة واقفين ضدك، حتى إلا ما عم توقف معك يا بنت. أصلاً هداك الزلمة قديش رح يضل واقف معك على نفس الجبهة؟ هو همه بنته وانتي همك بنتك. لو قدرت حاكي كنت بدي أعرض عليه نشتغل سوا. بالنتيجة بهالقضية هو الوحيد اللي بعرفه وبوثق فيه، هو الوحيد اللي بيقدر إنه يوصل لهدول الناس، وهو الوحيد اللي بيقدر يساعدني لحتى أخذ حقنا، لأثبت إنه هداك المجنون استغلها لبنتي وأقنعها تحكي هيك ليشيلوا الكلبشات. بس ما لحقت أفتح معه الموضوع حتى. أي منيح ما لحقته. أصحي بقى، هي إشارة لألك ما لازم تتعاوني مع هالزلمة. لا تنسي هالزلمة بيكون أبوها واقف معها.